عظمة شهر رمضان في وصف الأئمة عليهم السلام، خصوصا الإمام السجاد. إمام السجاد عنده دعائين متعلقات بشهر رمضان، واحد في بداية استقبال الشهر والآخر في توديع الشخص بعد أن ينقضي رمضان ويقرأ التوديع، يأسف كثيرا على أن فاته من الشهر أشياء لم يكن يلتفت إليه. فالبعض كان يقرأ دعاء الوداع في بداية شهر رمضان حتى يلتفت للنكات اللي يشيرها الإمام عليه السلام في هذا الشهر الشريف. باعتبار شهر رمضان عندما يخرج الإنسان يشعر بوحشة، يعني كان في ضيافة خاصة قربة إلى الله تبارك وتعالى، الله تعامل مع العبد في هذا الشهر تعاملا خاصا، جعل أنفاس التسبيح، جعل نومه مثلا في طاعة الله، غلق أبواب النيران، فتح أبواب الجنان. لا شك أن هذه ضيافة في أعلى ما يمكن من الضيافة، والإنسان قد لا يلتفت لها في بداية شهر رمضان.